جديد في فير بلاي في ساعتنا الثانية. نحكيه هون نبدو القصاص ونمشيه. البارح كانت صفقة أثارت الجدل، انتداب الترجي في تونس اللاعب الأهلي المصري يوسف معرف. أكيد قوانين الهوندا تختلف شوية على قوانين الفوت، هذا الشيء اللي خلى مكارم المهدية هبط بيان وهبط بلاغ تشتكي فيها من تتذمر من انتداب الترجي للاعب يوسف معرف. على ذكر معنا رئيس فرع كرة اليد في مكارم المهدية السيد هشام تركي، باش يحكي لنا أكثر على البيان اللي هبطوه وأسباب الغضب هذا من انتقال لاعب يوسف معرف ابن مكارم المهدية للترجي في تونس. هشام أهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي راديو إكسبريس إف إم. سي هشام، لو كان تفسر لنا الوضعية أكثر ما عندك أنت. والله هي وضعية عادية، معناها تعرف أنت يوسف معرف لعب حتى سنة 2018، معناها آخر سيزون لعبها في المكارم 2017-2018، تدرج بطبيعة الحال بكل الأصناف، معناها من المدارس حتى للأكابر. حاجة بركة، معناها كان مش معرف ما عندوش عقد احتراف معناها مع فريق المكارم هذه. القوانين في تونس معناها أي لاعب يكون ما عندوش عقد احتراف ينجم يخرج يلعب خارج حدود الوطن. في تونس لا، اما خارج حدود الوطن ينجم يخرج، لكن كيف يرجع حسب القوانين الموجوده في جميع في ريغلمون انترن ريغلمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه للكونسيات، يرجع كان الفريق اللي خرج منه حسب الارتيكل 108 الموجود في ريغلمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه للكونسيات. دونك يوسف معرف رجع لتونس بعد ما قضى سنتين عمل عقد في مع النادي الاهلي المصري، انتهى العقد نتاعو مع النادي المصري، دونك رجع لتونس حب يلعب في فريق تونسي. تعاقد البارح مع فريق الترجي الرياضي، عادي جدا معناها يعمل عقد فريق الترجي الرياضي، لكن كي توصل الاوراق نتاعو للجامعه التونسيه كوتيات، الجامعه التونسيه باش ترفض بطبيعه الحال الاجازه، ما تعطيش كاليفيكاسيون حتى يسوي وضعيته مع فريق مكارم هذه. فما حسب القوانين فما انديميتي دو فورماسيون، معناها منحه تكوين الفريق مكارم هذه من اللي بدا يلعب حتى العام اللي فات، معناها فما فلوس المكارم هذه تاخذها وكاو. قداش قيمتها المنحه هذه وشكون يحددها؟ والله حسب القوانين، معناها اذا لاعب يكون موش في المنتخب 6000 دينار في السنه، اذا لاعب موجود معناها ضمن المنتخب الوطني 9000 دينار في السنه، 9000 في العام. على كل عام قضاه في المهديه، معناها على كل عام حسب معلومات نحن. وهو لاعب دولي يوسف معرف، وفما 7 سنوات 9000 دينار. لاعب دولي دونك 9000، معناها 9 في 7 قداش ضعيف الحساب؟ 63 يجيو 9 في 7 63 و4 في 7 ب 28، معناها تقريبا 87000 دينار قيمة ال 4 في 7 علاش؟ يرفض القيمة. مع الأسف فريق الترجي الرياضي ممكن ما اتصلش بجمعية مكارم هذه، معناها ألمياب كما يقولوا، نعرفوا احنا العام اللي فات قبل ما ينتقل اللاعب الأهلي المصري كان عرض فريق الترجي الرياضي 200000 دينار لفريق مكارم هذه. 2018 عرض علينا 200000 دينار معناها باش ياخذ اللاعب، لكن اللاعب يوسف وقتها حب يخرج لبرا ومشى للنادي الاهلي المصري. اول حاجه مبروك عليه يوسف معرف، معناها لاعب كبير معناها ونحبوا نروح احنا ديما متالق، لكن حق ديما نقول احنا حق جمعيه المكارم هذه ما يضيعش وكاو. كل واحد ياخذ حقه، ومع الاسف هذيك هذا كان الكوره في تونس، معناها من المفروض يكون اللاعب يوسف معرف يكون متعاقد مع مكارم هذه من دوبوي، معناها اكستون يكون موجود عنده عقد معناها مع الفريق. ما صارش هذا، علاه ما سالوش عقد هو؟ رئيس وقتها في حافظ الصباح حب يعمل له عقد، يوسف معرف معناتها ما رفض، عاد يلعب لاعب اماتور. جاء عرض نتاع النادي الاهلي، خرج والقانون كما قلت لك يقول كي يرجع لتونس حسب الارتيكل 108 في ريغلمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد يرجع لفريقه مكارم هذه. سينو فما منحة تكوين يتحصل عليها فريق مكارم هذه اللي هي 80 مليون هكا شو القيمة؟ تقريبا 87000 دينار معناها حسب الحساب. اي معناها نتصور ترجي باش تدفع المبلغ هذا ويولي اللاعب نتاعها مؤهل. المفروض اذا ما تدفع، خاطر ما اذا ما تدفعش مش كاليفي اللاعب،
ينجم كما البارح معناها عمل عقد يوسف معرف معناها بالمناسبه نقول له ان شاء الله مبروك مع فريق الترجي الرياضي بثلاث سنوات، لكن كيف توصل الاوراق عنده شهر في يديه معناها فريق الترجي باش يحط الاوراق الكل في الجامعه التونسيه كره اليد، الكاليفيكاسيون تاع الجامعه التونسيه باش ترفض الاوراق بيان سور حتى يسوي وضعيته فريق الترجي الرياضي مع جمعيه مجاري مالي. الجامعه هي تقرر السومه اللي قلت وين تو الجامعه تقررها، اما بالقوانين لاعب ماهوش في المنتخب 6000 دينار في العام، هو في المنتخب 9000 دينار في السنه. قلت لي قبيلك تنجموا ترفضوا المبلغ. بيان سور فما 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 نجموا نرفضوا المبلغ، نجموا نعملوا معناها نرفضوا المبلغ ونوليو نساووا مع الترجي الرياضي ديريكت معناها، اما 87000 دينار اقل حاجه معناها تكون نجم تدخل خزينة فريق مكارم مالي. مادام تحكي انت على القانون وكيفاش معناها يتطبق معناها ما فماش علاش معناها ترفض الاسبيرونس تعطيكم المبلغ نتاعكم واللاعب نتاعها معناها. اي تنجم كما قلت لك تنجم تعطينا المبلغ هذاك تولي يولي اللاعب ينجم كما قلت لك فريق مكارم مالي يرفض، يقول لك خاطر القوانين مش واضحه في الجامعه التونسيه كره اليد بصراحه ماهيش واضحه، لاعب ما عندوش عقد هوايه تعتبر معناها ماهيش احتراف لاعبين صغار معناها زوج حراس مرمى واحد عمره 16 واحد عمره 19 خرجوا مشاو لقطر مشكل كبير في اللاعبين نتاعنا دون ما تنجمش تعمل عقد لاعب عمره 16 سنه خمس سنوات اكثر حاجه في 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 في, 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 في العقود هي خمس سنوات ما تجيش تعمل اكثر ما تجيش لاعب عمره 16 سنه عملناه العام اللي فات لاعب في 2019 عام 2003 مشى لقطر قبله لاعب عام 2001 مشى لقطر هذا مشكل في سي هشام هي الصفقه قاعدين نسمعوا فيها من بكري معناتها فما مفاوضات ما صارش اتصال بينكم بين هيئه اسبيرانسا والله مع الاسف لا انا نهار السبت اللي فات في مستير في الجلسه العامه الخارق العاده للجامعه التونسيه كره اليد السي قيس عطيه رئيس فرع كره اليد في الترجي الرياضي موجود معايا وقعد معايا وما جبت لي حتى شيء معناها على الصفقه هذه ما فما حتى شيء معناها سمعنا نهار الاثنين يوسف معرف امس امضى عقد بثلاث سنوات مع الترجي الرياضي واضح مبروك عليه لكن حق الجمعيه ما يضيعش وقت هو ايوا حتى المبلغ اللي قلت عليه نتصور ماهوش في قيمه اللاعب معناها المكارم معناتها ما هاني قلت لك العام 2018 الترجي الرياضي عطى المكارم هذه مبلغ 200000 دينار مش كان قبلته وقت اخير والله هو احنا قبلنا اما اللاعب ما حبش لاعب مشى تعاقد مع نادي الاهلي ما حبش يمشي ما حبش يقعد في تونس ما حبش يلعب مع الترجي الرياضي ومشى احنا قبلنا بالعكس باش تكون باش تكون الصفقه الكل اللي هو معناها من الاهلي هكا ولا كيفاش قلت لي؟ باش تكون قيمة الصفقة الكل اللي هو معناها من الأهلي وقتها. اللي هو الكل ما خلاها حتى جمعية مكارم مالي. بالضبط. تعاقد على سنتين مع النادي الأهلي المصري لكل صفقة الكل للاعب ما خلاها حتى من لي فريق مكارم من صفقة الأهلي المصري. شكرا لك يعطيك الصحة. هذا القانون الموجود في تونس. إي قانون هواية معناه هو. القانون مش واضح القانون يحمي اللاعب ما يحميش النادي برشا حاجات معناها يلزم ارفوار معناها في الجامعه التونسيه كره اليد وش قلت لك نعاود نقول ثم لاعبين عندنا زوج حراس مرمى كما قلت لك خرجوا عن العام اللي فات ومشاو لقطر برشا جمعيات مش كلمه كرم هذه من اللاعبين اللي هربوا ومشاو يلعبوا في قطر دونك يلزم نشوفوا حل في الحكايه هذه مع وزارة الرياضة باش حق الجمعية جمعية تكون وبعد اللاعب ما يمضيش عقد يرفض باش يمضي عقد وفي قطرك تشوف قاعدين ياخذوا في اللاعبين وقاعدين يجلسوا فيهم وتعرف انت المنتخب القطري تقريبا 80% لاعبين اجانب مجانسين يعطيك الصحة شكرا لك سي هشام تركي رئيس فرق كرة اليد في مكان المهدية على كل هذه التفاصيل موزيكا وبعد راجعين في فير بلاي حتى للخمسة